فرحان بحضوري معكم اليوم في هذا التقديم. في الحقيقة أشكر مؤسسة بيسيسكو على هذا الاختيار أولا، وكذلك أشكر مدينة مراكش والسيد الوالي ديال مراكش على الدعم ديالهم وعلى الثقة اللي عندهم أو المشاركة ديالهم معنا في هذه الأنشطة اللي غتكون طول هذه السنة. نذكر بها هي أنشطة ثقافية تراثية فنية فكرية بتنسيق مع المجتمع المدني الثقافي المراكشي. أن نجاح هذه السنة الثقافية إلا بإشراك المعنيين بالأمر اللي هما المثقفين المراكشيين الفنانين المراكشيين، وانتم غتشوفوا غيكونوا مجموعة ديال البرامج إن شاء الله بإذن الله لها تكون ناجحة. مراكش بالطبع هي مدينة معروفة على الصعيد الدولي ليس فقط على الصعيد الوطني، وهذه الأنشطة غتزيد تكرس بالطبع الدور الثقافي اللي كتلعبوا مدينة مراكش هنا على الصعيد الوطني وبالطبع على الصعيد الدولي. هي كذلك أفكار مجموعة ديال الأنشطة إن شاء الله اللي عرفت نجاح ديال هذه السنة. إلا الهدف من هاد الأنشطة هو تولي الأنشطة السنوية كيف ما نجحنا في مدينة الرباط. مجموعة ديال الأنشطة كان هناك إقبال كبير من طرف الساكنة مدينة الرباط، نفس الشيء هنا بحال سيت لابوغاتوار اللي غنجربوا فيه مجموعة ديال الأشياء. وبالطبع اللي نجح راه غنخليو بما فيهم ديما كنتكلموا عليها، بديناها في مجموعة ديال المدن واليوم نوت مدينة مراكش، هي أن المآتير التاريخية لابد أنها تكلم مع المواطنات والمواطنين، مع تكلم مع السياح. وأول نشاط اللي غيكون مباشرة بعد هذا الدواج جوستومون هو ستان سبيكتاكل فيفون اللي غيكون على تاريخ مدينة مراكش مباشرة بعد هذه الندوة. وبالطبع إلا عرف الإقبال المنتظر إلا وغيولي عادة عندنا هنا في مدينة مراكش. وبالنسبة للمآتير التاريخية اللي كتعرف هذه المدينة، قبل ما نعطي الكلمة للسيد المدير، فقط هذه السنة مدينة مراكش عرفات مجموعة ديال التسجيلات ديال مجموعة ديال العناصر لا مادية في مؤسسة ليسيسكو، وبغينا نستغلوا هذه الفرصة مع السيد المدير لإعطاء نسخة من هذه العناصر اللامادية المراكشية لسيد نائب العمدة مدينة مراكش، باش هي إهداء من ليسيسكو إلى مراكش. تسجيل تينمل الذي سجل طبعا ضمن لجنة التراث في العالم الإسلامي، كذلك ساحة جامعتنا، وحقيقة كان هذا وقتها فعلا أن تسجل ضمن التراث في العالم الإسلامي.